انت عاوزاني اعمل ايه؟ انت كبير وهتشتغل محامي وهتدافع عن حقوق الناس كلها. اكيد ما ينفعش اشتغل محامي وانا سايب واحد بريء في السجن وما جبتش حق ابويا. صح، انا ما ربيتكش على السجن وعارفه الحاله اللي انت فيها وعارفه ان احنا كلنا ما عندناش غير بنت الحلم، لكن في نفس الحاله انا ام خايفه عليكم كلكم ومش عارفه اعمل ايه. يعني نتكلم ولا نسكت؟ ما هو لو سكت هنظلم وهنتظلم، هنظلم راجل بريء اتحكم عليه بالإعدام، وهنتظلم لأن هنفضل شايلين ذنبه دنيا وآخرة. ولو اتكلمنا يا عالم هيكون مصيرنا إيه مع ناس زي دي؟